مرحبا بكم لحباب ان شاء الله وصفتي تلقاكم في احسن حال نقولكم مرحبا بكم على قناتكم قناه منوعات ام ادم الجزائريه راح نحضر مع بعض بحول الله لوبيا خضراء بالدجاج مرقه يعني رائعه هذه وصفه تونسيه بايادي جزائريه مرقه بنينه 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 تهبل هي آآ كان يسميها ماشطو لوبيا ماشطو طبعا كل منطقة في الجزائر الحبيبة كل واحد كيف يسميها لكن الـ يعني الـ الركيزه ولا الهدف هو هدف واحد مرقه بنينه يعني شهيه خفيفه سهله ما تطلبش معاك وقت ما تطلبش معاك مجهود لكن بنتها رائعه وصفتي هذه لبنات نتمنى ان شاء الله تجربوها لانها عن جد تستحق التجربه نروحوا مباشره المقادير وطريقه التحضير نقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله عليك الصلاه والسلام يا حبيبي يا رسول الله نجيبوا طنجره كيما هكذا <applause> نحطوا فيها الكمية تاع الزيت نحط لفاح تاعنا مع التوم عندي خمس سنات تاع التوم كبار هرستها مع اللفاح لفاح طبعا اللي درتو معاكم هذا يقعد لي عام كامل البنات لا يغسل لا يسوس لا والو يعني اللفاح ننصحكم به ما شاء الله راه الصيف وراه وقت الخدمه والشغل تاعنا تاع لفاح تاع دوزان تاع العام كيما نقولوا نحطوا التوم يتقلى شوي باه ينزل لي هذيك البنه في الزيت وجي مريخ ديال الله الله بنينه تشهي هنا راح نحط مرصوبات تاع الدجاج طبعا الدجاج يكون على حسب افراد العائله طبعا والماء تاعي راهو يسخن باه نمرق به الماكله تاعي كيما عودتكم هذه اساسيات يعني البرمه باه تجيك بنينه وطبعا نقلو ماكلتنا على نار هاديه ونصبروا عليها باه تجينا ماكله زينه وبنينه هنا حطينا مرسوة تاع الدجاج هذا الدجاج كنت نظفته كيما قبل يعني وكيما عودتكم نغسلوه بالملح ونغسلوه بالقارص ونملحوه ونديرو فيه شويه فلفله كحله ونخلوه في في المجمد تاعنا عادي غير نجبد نحط في الطنجره تاعي يجيني هذاك الدجاج ولا اللحم يجيني بنين فهمتوا هادو لي هادو لي راني نعطيكم فيها من قلبي وراني هذه الشيء اللي في بيتي راني نوريه لكم نقلو الدجاج تاعي هنا ذا مليح راح نحط عليها بصله كنت رحيتها نحط معاها شويه تاع الفلفل الحار هاك ما تعرفوا ولا كان حار بزاف ما تكتروش المهم اعرفوا كيف تحطوه وخلا هنا راني نحط في البصله تاعي ونقلي البرمه تاعي وحده 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 حتى نتقلى هذاك معايا البصل ويدبل كي نقولوا حنايا يولي كميه قليله خلا لوبيا خضراء كما تعرفوا يعني هاي مليحة بزاف لصحتنا ولوليداتنا فيها الأكثرية فيها الحديد كما تعرفوا تنقوها تنحوا لها ذاك الراس من الفوق ومن التحت وتقسموا الحبة على زوج وهذا البرمة تاعي راح نحط فيها غير طماطم تاع الحب يا بنات اه ما نديرش الطماطم تاع القوطيب ما تجينيش حامضه وما تجينيش ثقيله الماكله وما تجينيش قارصه فهمتوا راح نحط ممكن تحطوا شويه فلفله حمراء كيما نقولوا حنا في الفلاح حمراء تلون شويه الماكله حلوه ماشي حاره باه نتفاهموا وتحطوا شويه كركم تاني مليح ما تكثروش ديروا غير فصغيرة برك راكم تعرفوا تاني مليح للصحه تاعنا يعني هادو التوابل آه ينفعوا آه الانسان برك يكون يعرف كيف يحط ما يكترش بزاف وما يديرش خلاص خلاص فهمتوا هذه هي نقلي البرمه تاعي انا بيان ونكمل هنا تاقي، تاقي هذه البرمة الماكلة تاعي الأكلة تاعي هذه لوبيا خضراء راح نعطيها يعني وقتها الطيب غير بالساس وفي راحتها راكم فاهمين أه حتى تذبال معايا اللوبيا خضراء هذيك خلاص باش عاد نحط الماء ونمرقها تقريبا يا لبنات ندخل لها طياب نص طياب تجيكم وحدة البنه فيها وش نقول يعني ما نحكي لكمش جربوا الوصفه شوفوا وصفه سهله اكله سريعه يعني ما تطلبش وقت واقتصاديه ممكن حتى الدجاج ما ديريهاش تجي والله يا البنات يا مره درتها من غير الحم، من غير الدجاج جات عسل ممكن تاني ديريها في في الفرن يعني هذه حاجه باينه هنا حطينا فلفل اسود نوريكم والملح طبعا على حسب اللوبيا خضر اللي عندك هذا شويه كركم لوبيا خضرة طبعا لكن عاد كميه كبيره راكم تعرفوا الملح هو من احسن ما تكترش الملح بزاف لانه الدجاج تاعنا كما قلت لكم راني ملحته مخبيته واعرفوا كيفاه تحطوا ممكن جاتكم يعني ناقصه ملح ممكن تزيدوا لها ملح لكن اجات جاتكم ملحة اي صعيبه باش الطنجره تاعكم ولا الاكله تاعكم تجيكم يعني بنينه صعيب باش تعدلي هذيك الملوحه يروح البنة تاع الأكل تروح البنة أو الفايدة تاع الخضرة كاملة، هذه هي، نقليها بالساس بالعقل بالعقل، راه وقت اللوبيا خضرة اغتنمو الفرصة طيبوها لوليداتكم نوعو فيها، عندنا وليداتنا كان لي يحبها وكان لي ما يحبهاش نلبو كامل الأذواق تاع ولادنا، هذه هي. يعني ماكله مليحه ترفقها كما قلت لكم الرخصيص تجي فيها تجي ماكله بها تهبل والا تانيت كل المطلوع تاني تجي روعه المطلوع تاني نفس الوصفه تاع الرخصيص والمطلوع تلقوها في القناه يعني وصفاتي يعني ما شاء الله البنات ناجحين للمبتدئات حبايبي يعني خدموهم وما تخافوش هنا حطيت فلفله حمراء كما شفتوا وهنا حطيت تقريبا حبه تاع طماطم كنت نقيتها الجلفه حطيت غلات في الماء نحيت لها الجلفه هذيك حكمتها في الميكسر ميكسيتها رحيتها رحي ناعم كيما هكذا وزدتها للدجاج تاعي نقعد نقلي في الماكله تاعي بالساس حتى كل شيء يدبال معايا من بعد نبدا نحط في اللوبيا خضرا تاعي عادي نحطها نغطيها ونخليها تتقلى على نار هاديه خلاص من بعد نحل نقلب اللوبيا تاعي خضراء نعاود نغلقها تبقوا معايا في الفيديو دوك تشوفوا المراحل كامل اللي نديروهم طبعا ما تنسوناش بدا التدعيم للقناه نقولكم لكم مرحبا بكم اللي عندي جدد ما تنسونيش بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد هذه هي شوفوا آه الله يبارك الحبة زي ما لوبيا خضرة بنينة بنينة تهبل البنات وخضرة ومعمرة ما لأنه في نوعيات تجي وتجي ناشفة كي نقولو حنا طبعا خيرو لوبيا خضرة تعود مليحة عينكم ميزانكم كيما نقولو وهذه هي شوفوا الكمية كاملة نحطها نغطي على الطنجرة تاعي وننقص خلاص في النار نخليها حتى تذبال باه تتشرب لي هذيك البنه اللي كاينه في الدجاج وفي البصله والثوم هذيك الكل حتى هي تدي النصيب تاعها آه يعني من من البنه اللي في في الدجاج تاعي ومن بعد آه كما قال الاخر نحطو نمرقوها بالماء عادي ونخلوها طيب وتكون حاضره معنا بحول الله هذه اكلتنا سهله آه يعني شهيه آه تستحق التجربه وبنينا بزاف ومأكدة على النهار اللي تجربوها البنات والله ما بقيتو يعني طراتو ديما يعني طيبوها اه بنتها تهبل 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 هذه هي لوبيا المشطو او لوبيا خضراء وصفة تونسية كما قلت لكم بأيدي جزائرية ونتحدى أي وحدة النهار يدوقها يعني تبدلها نتحداها لأنها عن جد ملقاة وصفة تهبل شهية بنينة وش نقول شوفوا هنا الله غير براني شدة تليفون بيد واليد الأخرى أنا نقل في الأكلة تاعي سامحوني وخلاص هذه هي كما تشوفوا غير هكذا بشوية ونحاول غير بشوية نقلب اللوبيا تاعي غير بشوية باش بش كامل هذيك اللوبيا كاملة توصل البصلة هذيك وتتشرب هذيك البنة انا البنات ما نحط فيها لا بطاطا ما نحط فيها لا زرودية راكم تشوفوا انا نحب نتمتع بالبنة اللي كاينة في اللوبيا تاعي البطاطا تحطوها في الماكلة قدر ممكن تطغى على على الخضرة اللي حطيتيها عليها أنا ما نحبش اللي يحب ياكل بطاطا يحيق بطاطا يحطها على جنب ويعقب بها يعني يفوت بها الأكلة تاعي عادي شوفوا هنا اللوبيا خضرة كيفاه دبال تاع البنات وتغير اللون تاعها راكم تشوفوا طلقت الماء وش نقولكم تقريبا يعني راح نزيد غير حاجة قليلة برك نتاع الماء هاوليكم المهم نغطي الأكلة تاعي برك جيت جوست باش ما الماكله تاعي اون بلوس راك تعرفوا الماء بزاف و يصمت الماكله كيما قلت لك والحافه هذيك تاع المرميطه تاعي هذيك الحواف كامله نحاول نهودها باش ما لاصقين في الجانب تاع الطنجره لانهم يتحرقوا بعد معايا في في الطياب اوكي راني نعطيكم كامل في في لي البنات ونعطيكم في النصائح ان شاء الله برك تقيدوا بهم وطيبي لزوجك لوبيا خضرا الله الله ولا لحماتك ولا لعزوجتك كيما نقولوا تحمر لك وجهك ماكله تهبل وبنينه وعيني على كارها كيما نقولوا هذه هي نغلق عليها ان شاء الله ومن بعد نرجع معكم تشوفوها معايا بحول الله هاوليكم لوبيا خضرا تاعنا آه طريقه يعني جات تونسيه بايدي جزائريه لوبيا خضرا شهيه مع مطلوع الاكسبريس عندي مطلوع اكسبريس وعندي مطلوع تاع الفارينه ننصحكم به يا البنات يعني والله كسره ناجحه وبنينه وطريه تشهي ولوبيا خضراء كما تشوفوا خاثره تشهي بنينه يعني فقط يلا روحوا للمطبخ وحضروا اشهى على لوبيا خضره لوليداتكم والعائلاتكم نتمنى ان شاء الله وصفتنا عجبتكم وتجربوها لان عن جد تستحق التجربه آه يا ربي نقول لكم تهلاو في روحكم الى وصفات اخرى بحول الله دمتم في رعايه الله وحفظه مع السلامه